أكد السيد عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي سيستمر في العمل بكل جد وإخلاص دفاعا عن قضايا الأمة العربية العادلة في كافة المحافل وعلى كافة المستويات من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة. جاء ذلك في جلسة البرلمان العربي الإجرائية التي جرت اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وفاز فيها السيد عادل عبد الرحمن العسومي برئاسة البرلمان العربي بالتزكية لمدة عامين. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيد عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. مساء الخير سعادة الرئيس، بداية نبارك لكم رئاسة البرلمان العربي والذي يعد إنجازا برلمانيا لمملكة البحرين على المستوى الإقليمي. حدثنا عن الأهمية التي يكتسبها نيل مملكة البحرين ثقة الدول الأعضاء في البرلمان العربي لرئاسة هذا البرلمان. شكرا لك أخي العزيز ومساء الخير. طبعا في البداية اسمح لي أن أهنئ جلالة الملك مفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي عهد وشعب البحرين الكريم على هذا الإنجاز البحريني الكبير. فطبعا رئاسة البرلمان العربي يعتبر من المناصب الدولية الهامة، يعتبر وهي نقطة ثمار للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وطبعا تؤكد ما وصلت له التجربة البرلمانية البحرينية بتبوء أكبر منصب عربي. فالبرلمان العربي مؤسسة كبيرة وثق بأن هذه الثقة تعتبر ثقة للبحرين، وسيعمل كل جهد وكل إخلاص على أن نكون خير من يمثل مملكة البحرين في هذه المؤسسة العربية التشريعية الدولية. وقلنا مثل ما تفضلت سيعمل على أن توحد الجهود العربية بالذات من خلال تواصل البرلمان العربي مع البرلمانات الدولية والإقليمية والبرلمانات الخارجية المحلية لكي نقوم بدورنا كمشرعين عرب، نقوم بدعم جميع الجهود العربية الرامية لتوحيد الصف العربي والرامية لدعم العمل العربي المشترك. واسمح لي كذلك أن أشكر حضرة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ما وفر لنا احنا كبرلمانيين لكي نستطيع أن نتبوأ هذه المناصب الرفيعة، والتي بلا شك تؤكد أن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة، وأن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أصبح مشروع دولي، مشروع يقتدى به، مشروع يؤكد أن مملكة البحرين مملكة ثبات ومملكة خطط ومملكة استراتيجيات، وأن هذه الثقة العربية الكبيرة بلا شك يحتز فيها كثيرا كممثل لهذه المؤسسة التشريعية. وأشكر كل من دعمنا وأشكر هذه الإجماع العربي على تبوئي فيها لهذه المؤسسة التشريعية العربية. بلا شك سأعمل مع الجميع وفق رؤية عربية واحدة لنكون قريبين من الجميع، لندعم الجميع، ليكون البرلمان العربي له حصولاته وجولاته في المحافل الدولية. ومثل ما تفضلت أن مملكة البحرين مملكة إنجازات، والمسؤول البحريني أو العنصر البحريني عندما يتبوأ المناصب الخارجية أو الداخلية دائما يتميز بالكفاءة والحرص على أنه يمثل مملكة البحرين خير تمثيل. أشكر كل من دعمني وكل من وقف معي وكل من وقف معي، وإن شاء الله دوم نرى البحرين في مقام في مقدمة الدول المتقدمة في هذه المحافل التي تؤكد أن الكفاءة البحرينية حاضرة وفارضة نفسها في جميع المحافل. نعم، نبارك لكم مجددا رئاسة البرلمان العربي، ولا شك أن يعني تزكيتكم لهذا المنصب هو تأكيد على دوركم الفاعل في هذه المؤسسة التشريعية الدولية المهمة، وأيضا دور مملكة البحرين في هذا المجال المهم. سعادة النائب عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.